مساء الخير مشاهدينا وين ما كنتوا. حلقة جديدة اليوم من برنامج سيدتي راح تكون فيها الكثير من المواضيع. تعرفون لما أقول لكم أن عندنا مواضيع مشوقة أكون على كلمتي وعلى قد وعدي. اليوم في استديوهاتنا في الإمارات راح نتعلم كيف تدربين نفسك لقراءة كتاب في يوم واحد، وهو موضوعي الأولي. أما في فقرة الديكور مع مصممة الديكور سماحة اللول راح نتكلم عن أفكار عصرية لتصميم حديقة المنزل، وبما أن الجو حلو الحين هذا الموضوع جدا مهم، وراح أروح لزميلاتي في جدة والرياض وأتعرف ومسي عليهم وأتعرف على فقراتهم. مساء الخير يا خلود، شلونك؟ يسعد لي مساك الجميل يا هدى، ومسا كل مشاهدينا الكرام في كل مكان. حياكم الله بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. طبعا فقرات منوعة مختلفة بتناولها من استديوهاتنا في جدة والرياض والإمارات. وبعد ما تعرفنا على فقرات زميلتي هدى في الإمارات، اسمحوا لي بس أعطيكم فكرة عن فقراتي من هنا من جدة. اليوم من جدة حنكمل حديثنا مع الأستاذة لبنى الغلييني عن فلسفة الكارما. كمان عندي فقرة ثانية حنتكلم فيها عن حساسية القمح، تفاصيل أكثر حنعرفها من خلال حلقتنا لهذا اليوم. وبذهب الآن وسريعا ومسي على زميلتي العزيزة رنيم في الرياض. يسعد مساك يا رنيم. يسعد مساك يا خلود، ومساء مشاهدينا الكرام متابعي سادتي في كل مكان، وطبعا سلامات يا خلود حبيبتي باين على صوتك التعب. مشاهدينا اهلا بكم طبعا في سيدتي، ومثل ما قالوا طبعا خلود وهدى دائما فقرات متنوعه في المكان اللي يهم كل امراه واسره عربيه دائما سيدتي. بالنسبه لنا اليوم من الرياض مشاهدينا ضيفتنا سيده تولي اهتمامها الدائم للمحافظه على التراث السعودي. التفاصيل طبعا مشاهدينا خلال الحلقه، لكن ارجع الى هدى اللي دائما اكيد هي قد الوعد، وطبعا دائما فقراتها متنوعه، ونتعرف على اهم عناوين سيدتي لليوم. يا مساء الخير يا هدى. مساء الخير رنيم، ومو بس فقراتي انا في استديوهاتنا في الامارات، احنا فريق كامل ونحاول دائما نقدم الافضل المشاهدين اللي دائما يتابعونا. واحب دائما اذكرهم ان اذا فاتتهم حلقه او اي فقره يقدرون يشوفونها من خلال زياره صفحه البرنامج على اليوتيوب اللي تشوفونه الحين على الشاشه. ودائما وابدا لا تنسون تتواصلون معنا وتتفاعلون معنا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وانستغرام. راح نروح جوله سريعه لأهم عناوين حلقة اليوم وراجعين لكم. في سيدة اليوم كيف تدربين نفسك على القراءة السريعة؟ 3% من المواطنين السعوديين مصابون بحساسية القمح. سيدة تولي اهتمامها الدائم للمحافظة على التراث السعودي. سماح العلول وأفكار عصرية لتصميم حديقة المنزل. الكارما وفن الكينونة مع مستشارة تمكين المرأة لبنى الغلييني. جرعد ونصائح لإكستنشن الشعر حسب شكل الوجه. مثل ما شفتوا مشاهدينا كانت هذه ابرز عناوين فقراتنا، ومثل ما شفتوا فقراتنا اليوم فيها اللي يخصك يا سيدتي، سواء روحيا جسديا جماليا وكل ما يخصك ويخص الاسره العربيه. راح نكمل مع جوله لاهم الاخبار الصادره اليوم، لكن مع زميلتي رنيم في الرياض. اليك يا رنيم. شكرا يا هدى. إذا مشاهدينا الآن جولة سريعة في أهم الأخبار الصادرة في الصحف السعودية. خبرنا الأول من صحيفة الاقتصادية بعنوان فرق نسائية سرية لملاحقة مخالفي سعودة تأنيث المحل. في تفاصيل الخبر، تعكف وزارة العمل ممثلة في وكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل على تكليف فرق تفتيش نسائية خاصة لتعقب وملاحقة المحال التجارية في عدد من مناطق السعودية المخالفة لقرار تأنيث المحال الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، وذلك من خلال جولات ميدانية ودورية وتخصصية. إلى الخبر الثاني مشاهدينا من صحيفة الوطن، وهو بعنوان 260 ألف اتصال بخط الحماية من الإيذاء.
في تفاصيل الخبر، استقبل خط مساندات الطفل وحمايته من الإيذاء منذ إنشائه قبل 3 أعوام وحتى شهر نوفمبر من العام الحالي استقبل أكثر من 260 ألف اتصال، وكانت الفتيات هن أكثر من يطالبن بالحماية والتدخل من الجهات الحكومية، فيما تجاوز عدد الاتصالات خلال العام الميلادي الحالي 174 ألف اتصال اتسمت معظمها بالجدية أكثر من ذي قبل. ويهدف خط مساندة الطفل إلى دعم الأطفال دون سن 18 استجابة لاحتياجاتهم المختلفة واحتياجات الطفولة في المملكة. الآن مشاهدينا إلى الخبر الثالث، أخذناه هذه المرة من صحيفة الرياض، وهو بعنوان أسرتي تفوز بجائزة الأميرة سيطة للتميز في العمل الاجتماعي. في تفاصيل الخبر، فازت الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة بالمدينة المنورة أسرتي بجائزة الأميرة سيطة للتميز في العمل الاجتماعي بعد تقديمها دراسة عن الأسباب المؤدية إلى الطلاق في خلال العام الأول من الزواج، وذلك ضمن فرع الدراسات والأبحاث العلمية. وانبثقت فكرة الدراسة كنتيجة حتمية لارتفاع حالات الطلاق في المملكة بشكل عام وفي منطقة المدينة المنورة بشكل خاص، حيث هدفت الدراسة إلى معرفة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية والصحية المؤدية للطلاق خلال العام الأول من الزواج. فعلا مشاهدينا، مو بس على مستوى المملكة، على مستوى العالم بشكل عام تكون أصعب سنوات وأكثر سنوات فيها طلاق هي السنوات الأولى، وبعض الحالات ما تكمل مشاهدينا شهر إلا ويكون الطلاق قد تم بين الطرفين لا سمح الله. الآن مشاهدينا إلى خبرنا الرابع، أخذناه من صحيفة الجزيرة، وهو بعنوان إغلاق أكثر من 100 منشأة مخالفة خلال شهر في جدة. إلى تفاصيل الخبر، حيث أغلقت أمانة محافظة جدة خلال الشهر الجاري أكثر من 100 منشأة ما بين مستودعات واستراحات للأسماك وعدد كبير من المطاعم المخالفة، ويأتي ذلك ضمن حملة الأمانة المستمرة على محلات الصحة العامة لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على تلك المنشآت وتوفير أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار محافظة جدة. مشاهدينا الآن ننتقل إلى خبرنا الخامس، خبرنا الخامس والأخير من صحيفة الوطن بعنوان الطفلة سلاف التي أنقذها والدها قتلها منظار الأطباء. في تفاصيل الخبر، قام المواطن هادي بن فارس هنان بالتدخل لإنقاذ حياة ابنته سلاف ذات 3 أعوام إثر خاتم ابتلعته مساء الأربعاء ودخولها أروقة مستشفيين في نجران سيرا على أقدامها، إلا أن خطأ طبيا أدى إلى مفارقتها للحياة. وروى الوالد أنه قام بمحاولة إنزال الخاتم لتتجاوز مرحلة الخطورة، بعد ذلك توجه إلى مشفيين، وبعد الكشف على سلاف اتضح وجود الخاتم داخل المريء، وأخبره أحد الأطباء بأنها تحتاج لعمليات منظار وسيتم استخراجه في 10 دقائق. وبعد ما يقارب من 45 دقيقة أفاده الأطباء أن عملية المنظار أحدثت ثقبا بالمريء مما تسبب في دخول الهواء لرئة الطفلة وتوقف قلبها. من جهة أخرى، وكما جاء في صحيفة عكاظ، فقد ناشد هنان وزير الصحة بطلب ملف ابنته سلاف من قبل مستشفى الملك خالد في نجران وتشكيل لجنة من قبله للوقوف على أسباب وفاتها، ولن يستلم جثة ابنته سلاف من ثلاجة الموتى في مستشفى الملك خالد في نجران ما لم يتم تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في ملابسات وفاتها. فالمشاهدين، والد الطفلة أثبت أن مستحيل يستلم يعني جثة الطفلة دون أن يكون هناك تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة. مشاهدينا، طبعا البقاء لله، ربي يرحمها ويصبر أهلها، لكن في ذات الوقت طبعا هذه الأخطاء الطبية يفترض نوقف عندها ويكون طبعا في إجراء آخر متخذ فيما يخصها. الآن مشاهدينا نتابع مع باحثة سعودية قررت أن تؤلف كتابا تشرح فيه كل ما يخص المملكة، ابتداء من غض البصر، تعدد الزوجات، القبيلة، المحاكم، لبس العباءة، وحتى الدخون وصب وتناول القهوة باليمين وهز الفنجان عند الاكتفاء. والهدف أن يوضح للعالم أو توضح للعالم العادات والتقاليد السعودية. هذا مشاهدينا ما نتعرف عليه الآن من خلال ضيفتنا على الهاتف الدكتورة سارة الغدير، الباحثة السعودية ومؤلفة كتاب The Saudi Etiquette. مساء الخير دكتورة. هلا وسهلا، مساء الخير. يعطيك العافية دكتورة، وبداية طبعا ما شاء الله تقريبا الكتاب ما خليتي شيء ما ذكرتيه عن الاتيكيت أو العادات والتقاليد السعودية، شو الأسباب اللي دفعتك لأنك تألفي هذا الكتاب؟ في البداية كنت أقابل كثير أجانب وفود تجارية من كل أنحاء العالم بحكم عملي، حتى من قبل عملي أثناء دراستي وسفري، وكانوا يسألوني أسئلة كثيرة مثل ليش تلبسون عباية، ليش بيوتكم مدخل رجال مدخل نساء، ليش مجلس رجال مجلس نساء، ليش المرأة لا تصافح الرجل الأجنبي، وغيره كثير كثير من الأسئلة.
وإحنا يعني كنا جاريهم في هذه الأسئلة ونجاوب عليهم رحابة صدر مرة مرتين ثلاثة، لكن بعد كذا يعني حسيت إنه في حاجة حقيقية تحتاج إلى حل. فبحثت في المكتبات ما لقيت كتاب بالضبط يعبر عن طبيعة الكتاب اللي كنت أبغى أهديهم إياه، يكون كتاب لطيف ظريف مكتوب بأسلوب ممتع يعكس الواقع الحقيقي المودرن للمملكة، ويشرح آدابنا الاجتماعية اللي تعبر عن أصالتنا البدوية الجميلة وتعاملاتنا المستمدة من الخلق الإسلامي الحسن واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طب دكتورة، كم أخذ معك وقت تقريبا تأليف الكتاب؟ والله أخذ معي فوق السنة، وكنت أكتب chapters يعني مفصلتهم، وكل ما أتذكر شيء أرجع أكتب، لأنه تعرفي تفاصيل حياتنا دقيقة جدا، مو بس في الأداب الأكل وكذا، حتى في العطورات، حتى العطورات اللي نحبها، لبسنا، نلبس إحنا مثلا ملابس معينة في مناسبات معينة، فحبيت أني أوضح كل شيء بالتفاصيل. حتى ذكرت الأخ الرضاع وأخت الرضاع، لأنه هذه ما هي موجودة. فلو تلاحظين أنه لاحظت وأنا أكتب أنه الإتيكيت السعودي مستمد من الإتيكيت الإسلامي نقدر طبعاً نقول. طب وبالنسبة لردود الأفعال كيف كانت بالنسبة للكتاب دكتورة؟ ردود الأفعال، أنا كنت أصلا موجهة الكتاب للأجانب، عشان كذا كتبته باللغة الإنجليزية لأنه هي universal language، وكمان هذا اللي كنت مستهدفته أصلا للمهتمين الأجانب اللي عايشين في السعودية أو اللي من برا المملكة وحابين أنه يتعلمون. لكن تفاجأت أنه الطلاب المبتعثين اهتموا بالكتاب عشان يعطونه هدايا لزملائهم الأجانب أو لأساتذتهم. أيضا السعوديين المغتربين اللي يعني اهتموا بالكتاب لتعليم أبنائهم عاداتنا اللي فقدوها هناك. أيضا لقيت اهتمام، يعني وأحب أشكر الجهات الرسمية في المملكة اللي اهتمت باقتناء الكتاب علشان توزعه لضيوف المملكة. نعم. طب دكتورة بسؤالي الأخير، هل في نية مثلا لترجمة الكتاب للغات أخرى؟ فعلا أنا تفاجأت برغبة يعني ملحة من السعوديين أنه أترجم الكتاب للعربية، وهذا كان سربرايزنج بالنسبة لي كثير. صحيح. إنه حتى لا نفقد إحنا يا السعوديين مع العولمة وصدام تعرفنا على الحضارات الأجنبية الآن دخلت علينا في بيوتنا، فبدت تضيع طقوسنا الجميلة. فأنا يمكن أترجم الكتاب فعلا للغة العربية عشان نحافظ على عمق دراسنا وأصالتنا البدوية والإسلامية. نعم. دكتورة سارة الغدير الباحثة السعودية ومؤلفة كتاب إتيكيت السعودية، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا أكيد فقراتنا في سيدتي مستمرة وطبعا متنوعة وممتعة، لكن بعد الفاصل. مجلة سيدتي هذا الأسبوع، مواصفات المرأة التي يقع في حبها الرجال. اكتشفي ما يهمك عن تخثر الدم مع ملحق الهدايا وجديد الجمال والأناقة. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها. أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية.